السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم محمد في تصحيح تمرين جديد، يعني التمرين 17 صفحة 52 كتاب المسار الفيزياء أولى باك الشغل والطاقة الحركية. أول سؤال تيقول لك: ينطلق الجسم من النقطة A بدون سرعة بدئية باعتبار الاحتكاكات مهملة طول جزء AB. احسب سرعة الجسم عند النقطة B، نأخذ شدة التقالية تساوي 9.8 نيوتن. إذا أولا حساب في بي أي السرعة، كما كنعلم أن تنعرفون أن مباراة الطاقة الحركية تساوي ما بين نقطتين، هنا يتم من يعني من بي إلى أ، تساوي الطاقة الحركية للنقطة بي ناقص الطاقة الحركية للنقطة أ. إذا هنا يتم من أ إلى بي، يساوي مجموع الأشغال من هذا المساحة، يعني في هذه المسافة من أ إلى بي. وقال لك يعني وبما أن في أ تساوي زيرو، إذا الجسم ينطلق بدون سرعة بدئية، ينطلق الجسم من النقطة أ بدون سرعة بدئية، إذا في أ تساوي زيرو. إذا هنا غادي تمشي هذه الطاقة الحركية نتاع النقطة أ، غادي تمشي بما أنه زيرو، من نضربو في زيرو غادي تمشي. إذا غادي تبقى لنا أن الشغل نتاع النقطة بي يساوي لنا مجموع الأشغال، وهنا يتم مجموع الاحتكاكات منعدمة على هذا المسار هذا الدائري. إذا واحد على جوج إم في في بي أس اثنان يساوي لنا الشغل بي، لأن الأشغال الأخرى يعني تساوي الصفر. وبعدها يعني واحد على اثنان ام في في بي اس اثنان تساوي لنا ام في جي في اش. بما انه الجسم في حالة نزول فانه سيكون يعني موجب، يعني الاحتكاك غير مقاوم. وبعدها نقوم بتحديد الارتفاع اش. اش كنديرو نحددوه، يعني هذا هو الجسم، يعني هذا هو الجسم هابط، يعني هاد اغ، هذا هاد الشعاع، هاد اغ نقصو منو هاد اغ، هذا هاد الشعاع اغ اخر، بحيث غادي نحصلو على هاد الاش، على الارتفاع اش. هذا هو اش، يعني هكا، هذا هو اش، يعني نقصو اغ، نقصو منو اغ، بحيث هاد الزاوية هادي ما نساوهاش. اذا ملي نقصو هادي من هادي غادي تولي لنا هادي كوس الزاوية 60. اذا اغ ناقص اغ كوس الزاويه 60 باش نحصلوا على الارتفاع اش. كما كتلاحظوا اغ فقط عملت هنا ما درت والو، اغ عامل لي اغ ناقص كوس الفا. من بعدها في بي كتساوي يعني هنا ديت الاطراف ام في جي، يعني ديت ام ديتها لهنا وقسمت على ام وديت جوج ضربتها في ام. كما كتلاحظوا اذا اختزلت ب ام تبقى لي جوج جي اش. اذا الاس اثنان ملي كيولي الجهه الاخرى كيولي بالجذر. اذا هذه هي فقط نقوم بالتعويض الان، جي 10 و اغ ناقص اغ كوس الفا منين نحسبوها تساوي لنا 2.42. التمرين الثاني: يقطع الجسم اس المسافة بي سي قبل ان يتوقف باعتبار ان الاحتكاكات مكافئة لقوة اف ثابتة طول جزء بي سي. احسب الشدة او احسب شدة القوة اف. اذا حسب ممارسة الطاقة الحركية كما درنا في الاول ما بين النقطة بي الى سي، تساوي لنا الشغل ديال النقطة سي ناقص الشغل ديال النقطة بي، تساوي لنا مجموع الاشغال. كما تشوفوا فقد عوضت هنا في العلاقة مجموع الأشغال عندي القوة F اللي هي جميع الاحتكاكات المكافئة لهذه القوة زائد B شغل. ولدينا في النقطة C يتوقف الجسم، إذا في C تساوي لنا 0 متر باغ سكوند، هنا الوحدة ما درتهاش. إذا غادي تشوف 0 ناقص، إذا تبقى لنا ناقص M في B في تساوي لنا يعني على طول. إذا حد هنايتي متخاصة بهذا الشغل القوة F والقوة B ناقص M في جي، لأنها في احتكاك أي مقاومة. إذا F في B سي كوس 180، هذا كاين في الدرس نتاع الشغل وقدرة القوة. ولدينا H الارتفاع هنايتي مكاينش، إذا زيرو أي منعدم. و
هنايتي فقط نعوض كما كتشوفوا دي ناقص هكا كتساوينا، اذا كوس 180 كيساوينا ناقص واحد، اذا اف ندي الاطراف، اذا بي سي نديها لهاد الجهات اللي مقسومة على بي سي، و ناقص 180 هي ناقص كوس 180 هي ناقص واحد، ندير لهاد الجهة غادي نختزل بناقص واحد، غتبقى لي ام في في بي اس 2 على 2 في بي سي. هنا ما تنساوش دير الاقواس الفوقاني وتقسموه على الاقواس نتاع التحتاني باش يعطيكم بحال هاد القيمة. هذا هو الدرس.